يتفق معظم الناس على أن إحدى أفضل الطرق لتأمين منزل عائلتك أو أي ممتلكات أخرى هي الحصول على كلب حراسة جيد. عادة ما تتمتع كلاب الحراسة بصفات مثل الثقة القوية بالعضلات القوية عالية السرعة وحاسة الشم والنظر بمستوى عال من الذكاء وغريزة للحماية. يعرف هؤلاء الأصدقاء ذوو الأرجل الأربعة أيضا بولائهم المتجذر وتفانيهم تجاه مالكهم على الجانب السلبي. إذا تم إهمال هذه الكلاب أو لم يتم تدريبهم بشكل صحيح، يمكن أن تتحول نقاط القوة نفسها بسرعة إلى نقاط الضعف. أو أن البيئة هي واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل عند تطبيقها على من هو الأكثر عدوانية بينهم جميعا عندما يتعلق الأمر بأفضل صديق للرجل. فغني عن القول إن أي كلب يمر بموقف مسيء أو حتى يهدد حياته من المرجح أن يصبح مسيئا. لكن يبقى السؤال الأهم، هل هذا يعني أن هذه كلاب شريرة؟ من ناحية أخرى، تم تربية بعض سلالات الكلاب مع الصيد والقتل مختوما في الجنس الخاص بهم، ولكن على الرغم من أن بعض السلالات قد تم تربيتها لجميع الأغراض العدوانية الممكنة، لا تزال هناك قيم متطرفة من تلك السلالات. مرحبا بكم في حلقة أخرى من اللون الأخضر إلى الأبد. في هذا الفيديو سنستكشف أكثر 14 كلبا حراسة عدوانية، ويجب أن تبقى في المركز الأول حيث سأكشف لك من يحكم فصول إدارة الغضب في عائلة كندا التي يولدها الكلب للعرض. في هذا الفيديو تم إخضاعهم لاختبار المزاج الذي يقيس خجل الكلب العدوانية وكذلك الود والمحافظة على الذات في مواجهة تهديد. تكون القراءات بالنسبة المئوية لمعدل النجاح، مما يعني أن الكلب الذي لديه أقل نسبة في معدل النجاح هو الأكثر عدوانية. عدد 14 مدفع كلب كلب المدفع هو سلالة من الشرق الأوسط خاصة من إسرائيل منذ ذكرى الزمن. تم استخدام كلب المدفع لحراسة المخيمات وقطعان الماشية. أصبحت كلاب المدفع البرية نادرة جدا لأن العديد من أولئك الذين كانوا ويعيشون في العراء تم تدميرهم للأسف من قبل الحكومة الإسرائيلية في الحرب ضد داء الكلب. يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 إلى 3000 في جميع أنحاء العالم. نعم، هناك عدد قليل فقط من المدافع، واثقون جدا ومكرسون لعملهم بلا خوف. يمكنك التأكد من أنهم ليسوا من نوع الكلاب لإخافة هذه الكلاب الصحراوية بسهولة ولا تتعب بسرعة، ومن ثم فهي تجعل الرفقاء المثاليين للمشي لمسافات طويلة والمشي لمسافات طويلة. فإن كلاب المدفع هي دفاعيا قويا ويعتمد على الذات، مما يعني أنه يمكنك تركهم بمفردهم لفترة أطول مقارنة بسلالات الكلاب الأخرى. فهم في حالة تأهب سريعا، وكما هو متوقع لا يثقون في الغرباء. في اختبار المزاج أظهر كلب المدفع معدل مرور 2.6، مما يجعلهم ملوك العدوانية في مملكة الكلاب. عدد 13 مذهب يعرف العقيدة باسم كلب النقانق، الذي يتفاخر بجسم طويل وأرجل قصيرة، وهو من سلالات الكلاب من نوع كلاب تم تطويرها في القرن 17 في ألمانيا. وقد تم تطوير العقيدة في الأصل إلى الرائحة الأولى ثم مطاردة وطرد الغرير. لديهم قوة غريزة الصيد تجاه الحيوانات التي تعيش في الجحور، بما في ذلك الفئران والأرانب. تتراوح أحجامها من 8 إلى 32 رطلا. وأراهن أنك ربما تتساءل كيف يمكن لمثل هذا الكلب الصغير أن يتصدر قائمة سلالات الكلاب الأكثر عدوانية. ومن المعروف أن العقيدة تعاني من صغر حجمها متلازمة الكلب، وهذا يعني أنه يحاول تعويض حجمه الصغير من خلال إظهار موقف ضخم وشخصية كبيرة. أنا متأكد من أن هذا السلوك يقع تحت تأثير البشر أيضا. ما رأيك؟ كونك مقترضا بطبيعته من المحتمل أن يتسبب في فوضى سيحفرون في البطانيات والأشياء الأخرى حول المنزل دون رعاية في العالم، خاصة عندما يكونون متعبين أو يشعرون بالملل. فقد يكون من الصعب إيواء القطار، وبالتالي فضيلة الصبر غالبا ما تكون مطلوبة في هذا. محاولة مشابهة للعديد من كلاب الصيد الصغيرة واللياقة البدنية، سوف تتحدى كلبا ضخما. كيف شجاعتها أنتج اختبار اجتياز المزاج عند التبني درجة 8.6%، مما يثبت سبب جعل الكلب الألماني من بين الأوائل في القائمة رقم 12. شيواوا. تشتهر شيواوا بكونها أصغر كلب في العالم، وعادة ما يتم تضمينها في مجموعة ألعاب الكلاب. هناك أضواء ويمكن أن تزن
المواطنين من 4 إلى 6 أرطال فقط، على الرغم من كونهم معروفين بولائهم وتفانيهم الذي لا يتزعزع لأصحابها، إلا أنهم تحت رعاية شخص أو شخصين يمكن أن يتصاعد تفانيهم إلى حد الغيرة ولن يترددوا في العض أو القنص على أي شخص يقترب جدا من مالكه. وللأسف فهم مزاجيون للغاية ولا يصنعون أفضل الكلاب الصديقة للأطفال، على الرغم من أن الشيواوا هي سلالة أصغرهم فيها بأي حال من الأحوال ينظر إلى حجمها على أنه ضار وسوف تتحدى بلا خوف كلبا أكبر. وحقق الشيواوا درجة 69.6% رقم 11 تشاو. ينشأ سلالة تشاو كلاب في الصين وتشتهر بفطرتها المزدوجة الكثيفة التي يمكن أن تكون إما ناعمة أو خشنة. هذا الكلب الذي تم بناؤه بقوة قصير ومنتفخ من النوع الذي تريد فقط احتضانه، ولكن لا يتم حمله بسبب الحمل الزائد الجذاب لأنهم يمتلكون درجة عالية من المزاج. وقد شبه بعض الملاك شخصية القط بالطعام، أعني من لا يشاو. تعرف الكلاب بأنها سلالة عدوانية للغاية، تحمي أسرتها بلا خوف وتحرص على تحديد أراضيها. يتم طرد العدوان عندما يكون هناك غرباء حيوانات أخرى أو أي شكل أخر من أشكال التطفل مثل المراهقة البشرية. من المعروف أن تشاو ومرحلة المراهقين يرفضون السلطة من أي مالك ويعرضون شخصية مهيمنة، لأنه قد يكون من الصعب تدريب تشاو الكلب في أيدي ملك الكلاب ذوي الخبرة الذين سيختلطون بالحيوان الأليف في وقت مبكر بما فيه الكفاية ويقدمونه مع التدريب الذي تتطلبه روزي يأتي بسبب غرائز الصيد القوية. فمن مصلحتك أن تبقي هذه الكلاب في منطقة مسيجة على مقود وبعيدا عن القطط والكلاب الصغيرة في اختبار المزاج، فإن معدل نجاح سلالة تشاو هو 71.7% رقم 10 سبيتز الفنلندي، نظرا لأن الاسم يملي سلالة كلاب سبيتز النهائية التي نشأت من فنلندا في الأصل. فقد تم تربيتها للبحث عن جميع أنواع لحوم الطرائد بما في ذلك السناجب والقوارض وحتى الدببة، فهي عبارة عن مؤشر لحاء يعني في الأساس أنها ستنبح لتنبيه الصياد على موقع اللعبة، أيضا توجه انتباه الحيوان إلى نفسه مما يسهل على الصياد الاقتراب والتقاط صورة واضحة عن مدى ذكاء البساق المنتهية بكونها نشطة للغاية وحيوية، مما يجعلها رقيبا رائعا يحتاجون إلى التمرين الذي يمكن أن تكون واحدا أو اثنين من المشي لمسافات طويلة يوميا، وتميل إلى أن تكون غير نشطة إلى حد ما عندما تكون في الداخل. ولكن هذا الصنف ليس من النوع الذي يتم قفله بشكل صارم في تربية الكلاب، ومن ثم يحتاجون إلى توازن بين التمارين في الهواء الطلق ووقت اللعب الداخلي والترابط مع العائلة التي تم تربيتها. كصيد الكلب لا يمكن الوثوق بالبصق النهائي حول الأطفال الصغار والحيوانات بما في ذلك الطيور الأليفة، لأنها تصبح عدوانية بسهولة. أدى اختبار مزاجهم إلى 72.7% معدل التقييم رقم 9 كيتا. يمتلك أكيتاس غرائز حراسة قوية جدا. هذه الكلاب الشجاعة والمخلصة نشأت من اليابان وكانت تهدف في الأصل إلى حماية الملوك والأفراد من الدرجة العالية. أي كلب غير مدرب تدريبا جيدا هو وصفة لكارثة، سيصبح أكيتا سيء التدريب عدوانيا لدرجة أنك ستندم على الفور لمحاولة مداعبة جسمه الرقيق اللطيف. يمكن أن يتغير من مرح إلى عدوان في ومضة ثانية. نتيجة لذلك يوصي نادي تربية الكلاب الأمريكي بعدم ترك الأطفال مع أكيتا، لأن وقت اللعب قد يصبح قاتلا سريعا، ومن المستحيل تقريبا أن تصادف أكيتا خجولا وليس صديقا للحيوانات الأخرى، وبالتالي لا يمكنك السماح لهم بالخروج في حديقة الكلاب، ستكون كارثية تماما. الحفاظ على التواصل البصري مع فرد أو حيوان يعني أنك تولي اهتماما، ولكن هذا لا ينطبق على أكيتا، فهم يفسرون ذلك إلى أهل إذا تريد مظهر قتال يعتقدون أنك تتحداهم، وهم بالتأكيد ليسوا خائفين من إحضار المعركة إليك، حيث أظهرت اختبارات مزاجهم معدل نجاح قدره 77
2.8 قبل أن ننتقل إليك تحدي سريع بالنسبة لك. إذا كان بإمكانك ترك إعجاب في هذا الفيديو، قم بتحطيم زر الاشتراك وتشغيل الإشعارات في أقل من 5 ثوان، سيكون لديك 10 سنوات من الحظ المذهل. سارع وجربها في الواقع. رقم 8 دوبرمان بنشر. دوبرمان بنشر هي كلاب متوسطة الحجم ذات معاطف لامعة، وتم تطويرها في ألمانيا عام 1890. يمكن أن يصل وزنهم إلى 90 رطلاً، وقد تم تسميتهم بعد أن كان مربيهم كارل لويس دوبرمان جامعاً للضرائب، وكما تتوقع أنه كان يبحث عن سلالة كلاب جيدة من شأنها أن تحميه وأمواله حتى في أخطر الأحياء. أراهن على دوبرمان لم يخذله بنشر، لأن سلالات الكلاب هذه أثبتت أنها تتمتع بغرائز وقائية طبيعية قوية، رفقة مخلصة، وهي بلا شك في حالة تأهب شديد لأن ذكائها هي أيضا جزء من سبب استخدامها كلاب بوليسية. إنهم ليسوا أفضل اهتمام، حيث من المعروف أن كلابهم الشرسة أعطت واحدة من أكثر التجارب المروعة والصدمة، على عكس الكلاب الأخرى. عندما يهاجم دوبرمان فإنه يعض بشكل متكرر. يتطلب دوبرمان بنشر قيادة قوية لتخفيف عدوانهم. يحتاجون إلى معرفة سيدهم هو المسؤول. هل لديك طفل صغير في مسكنك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن دوبرمان، لأن نتائج اختبار المزاج الخاصة بهم أنتجت معدل نجاح بنسبة 79.1%. رقم 7 بولماستيف. إن بولماستيفس كبيرة وعضلية، وبالتالي تمتلك قوة جسدية يمكنها بسهولة أن تقضي على الحيوانات الأخرى أو الأشخاص الذين تم تربيتهم في الأصل لحماية الحيوانات من الصيادين غير المشروعين. يمكن أن تكون هذه الكلاب الدفاعية عدوانية للغاية، ولهذا السبب اترترك داخل ساحات مسيجة. كلاب الدرواس البالغة من العمر 2 هي جامحة بشكل خاص. لن يتردد ثور الدرواس في الهجوم عندما يواجه أي شكل من أشكال الخطر على الجانب العلوي، فهم رفقاء مشيون رائعون. وإذا كنت تتفوق على عدوانهم فيمكنك التأكد من ذلك، لن يزعجك أحد في الحديقة أو على طول الطريق. إنهم واثقون من أنفسهم للغاية، وإخافتهم بعيدا بلا شك مهمة شاقة في اختبار المزاج. كان لدى كلب الدرواس الثور معدل نجاح بنسبة 80.1%. رقم 6 الدلماسي. كما يوحي الاسم فإن سلالة الكلاب الدلماسية نشأت في منطقة الدلماسية في كرواتيا، وهي مغطاة بطبقة بيضاء مميزة بشكل فريد، إما ببقع سوداء أو بلون الكبد. فإن الدلماسي هو كلب عضلي متوسط الحجم محدد جيدا، يتمتع بقدرة تحمل عالية مثل، وكذلك القدرة على التحمل. منذ بداية الزمن تم استخدام الدلماسيون كلاب حرب تحرس حدود الدلماسية. بالإضافة إلى ذلك تم تدريب الكلاب الدلماسية على الهرولة جنبا إلى جنب مع العربات لحماية الركاب من اللصوصية وكذلك من التدخلات الأخرى. تم استخدامهم أيضا كمرافق سيارات إطفاء للمساعدة في تمهيد الطريق في الشوارع المزدحمة، وأيضا حراسة نفقة الخيول في إسطبلاتهم. ولكن مع انخفاض النقل الذي تجره الخيول تلاشت الحاجة إلى الكلاب بعد الفيلم الكوميدي الشهير للمغامرة عام 1996. من قبل كان جون هيوز 101 مرقش تربية غير انتقائية للدلماسية عالية للغاية. لسوء الحظ أدى ذلك إلى عدم استقرار سلالات الدم والكلاب التي تعاني من مشاكل سلوكية مثل فرط النشاط والعض والعدوانية. حتى الآن لا تزال السلالة تحافظ على غريزة الحراسة العالية على الرغم من الود والولاء لأولئك الذين يعرفهم الكلب، إلا أنه غالبا ما يكون منعزلا عن الغرباء والكلاب غير المعروفة. فإن الكلاب الدلماسية مزاجية للغاية وحيوية، ويحتاجون إلى إنفاق هذه الطاقة، وإلا سيكونون قلقين وعدوانيين في اختبار المزاج. أظهرت سلالة الكلاب الدلماسية معدل نجاح بنسبة 81.3%. رقم 5 روتويلر. يجب أن تكون روتويلرز واحدة من أغلى الكلاب في البداية، فقد تم تدريبها في البداية على حماية الأبقار في الحقول واستخدامها أيضا في صيد الدببة. ويمكن أن تكون هذه الكلاب كبيرة الحجم ذات الشعر القصير عدوانية جدا ومخيفة للغاية، فهي بالتأكيد ليست لطيفة مع أي الغرباء بغض النظر عن عمر الشخص الغريب. لذلك إذا كنت تنوي إبقاء كلب الروتويلر خارج منطقة منزلك، فتأكد من التواصل الاجتماعي
الاجتماعي بشكل صحيح مع الناس والكلاب الأخرى، حيث لا يستطيع كلب الروتيوير التمييز بين النكتة والتهديد الذي قد ترغب في اللعب معه، لكن الأحداث يمكن أن تكون قاتلة حقيقة ممتعة إذا تعرضت للهجوم من قبل كلب الروتيوير. فإن الطريقة الوحيدة للنزول هي بالتمسك بهدوء، لا تفكر حتى في القتال أو الإقلاع. حقق روتويلر معدل نجاح بنسبة 84.5% في الاختبار المزاجي رقم 4 الراعي الألماني. لكي يتأهل كلب إلى كلب بوليسي، يجب أن يكون الرعاة الألمان أذكياء للغاية، ويعودون إلى الحرب العالمية الأولى، حيث كانوا أكثر الكلاب شعبية بين كل من الجيش الفرنسي والألماني. تتباهى هذه الكلاب الشرسة والشجاعة بإحساس قوي بالشم، يساعدهم على البحث بسهولة عن المجرمين والقبض عليهم. يصبح الرعاة الألمان عدوانيين للغاية عندما يحاول المجرمون المقاومة إذا لم يتوقفوا وبسرعة، فقد ينتهي بهم الأمر بقتلهم. فغالبا ما يبدون ودودين للغاية، ولكن لا يخطئوا في أن الراعي الألماني لن يجلس ساكنا عند تهديده بالهجوم عند الاستفزاز، ولن يكون مشهدا جيدا لمشاهدته، لأنه سيتركك تتساءل عما إذا كان لقد تم تربيتهم من قبل فرانكشتاين نفسه. فهم عموما مفرطون في الحماية، ولكن يمكننا أن نستنتج أنهم يعرفون متى يكونون عدوانيين. الشيء الجيد هو أنه من السهل تدريبهم، وكذلك التواصل الاجتماعي لأوامرهم التي تم تعلمها بسرعة. دون أدنى شك أنهم يصنعون أحد أفضل كلاب الحراسة في اختبار المزاج. أظهر الراعي الألماني معدل نجاح بنسبة 85.2% رقم 3 أجش سيبيريا. أجش سيبيريا هو سلالة فروي متوسطة الحجم، ليس من السهل أن تخطئ بسبب تشابهها المذهل مع الذئاب. هذا لأن لديهم بالفعل أسلاف ذئب نشأ من شمال شرق آسيا، أقوياء البنية، تم تربيتها للتزلج على سحب الحراسة والرفقة. هم أي شيء لكنهم خجولون. هم سلالة نشطة تتميز بالمرونة وتتباهى بطبقة مزدوجة على عكس معظم الكلاب أصحابها الأوائل. عاش شعب شوكشي في بيئة شديدة البرودة في القطب الشمالي السيبيري، موضحا سبب أهمية الطلاء المزدوج بدلا من النباح مثل الكلب العادي. أجش سيبيريا يعوي مثل الذئاب التي تم وصفها كفنانين هروب بسبب ميلهم للحفر تحت المضغ أو حتى القفز فوق الأسوار العالية، ولهذا السبب يوصى بسياج بارتفاع 6 أقدام لهذا الصنف كحيوان أليف دون رعاية مناسبة والانتباه. من المعروف أن أجوش سيبيريا تسبب في حدوث فوضى وتتحول إلى عدوانية شديدة في أعينها. لديها هذه النظرة الشريرة المرعبة التي يمكن أن توقفك على الفور. أنت في مساراتك للأسف قادرون على مراقبة الخوف، وهذا يوقظ غرائزهم تلقائيا ويجعلهم يدافعون عنهم، يصبحون عدوانيين للغاية. من المعروف أن الكلاب متوسطة الحجم تسببت في هجمات قاتلة على الأطفال في اختبار المزاج. أنتج أجش سيبيريا معدل نجاح 86.8% رقم 2 من الكلاب الأمريكية. بيتبول جحر الثور الأمريكي يتصدر قائمة الكلاب الأكثر عدوانية على هذا الكوكب، فهي متوسطة الحجم وتتباهى ببنية صلبة تم تطويرها في البداية للقتال، خاصة في الرياضات الدموية التي يجب أن تخبرك بمدى عدوانية هذه الكلاب. تضمنت الرياضات الدموية عض الثور والدب، حيث تقاتل كلاب الثور الأمريكية ضد الحيوانات الكبيرة في حفرة. أعتقد أن هذا هو المكان الذي حصلوا فيه على أسمائهم من اليمين، في حين أنهم قد لا يبدأون المعارك، إلا أنهم لن يبتعدوا أبدا عن القتال الذي تم إنشاؤه للقتال، ليس فقط للقتال ولكن للقتال حتى النهاية. فهذه الكلاب الشرسة قادرة على إنهاء حياة أي عدو أسوأ من ذلك. ومن المعروف أنها تحولت إلى كلا الغرباء وأصحابها، حيث لم يتم تطبيق التدريب المناسب والتنشئة الاجتماعية. إذا كنت تنوي منحهم القليل من الاهتمام أو لا يهتمون به على الإطلاق، يرجى الامتناع عن امتلاك طاقم أمريكي أو جحر بسبب عدوانهم الشديد. تم حظر جحر الثور الأمريكي من المشاركة في أي مسابقات الكلاب. هي عدوانية تجاه الكلاب الأخرى بما في ذلك الجراء، فليس من النوع الذي يطلق سراحه في حديقة الكلاب. يكاد يكون من المستحيل إنقاذ الفريسة من أنيابها ومخالبها الحادة، فهناك العديد من القصص الخاصة المحيطة بحالات حاول الناس إنقاذها. تخيل البشر والحيوانات الآخرون
يعانون من هجمات هذه السلالة المعينة مزيجاً من القوة ذات الحجم الهائل واللياقة البدنية الرائعة المرتبطة بموقف جبلي. هذا هو جحر الثور الأمريكي بالنسبة لك. سجل معدل اجتياز اختبار المزاج لديهم 87.4%. فهل ستظل تملك واحداً؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه. حان الوقت الآن لاختيار المشتركين اليوم. تم إرسال صورة اليوم إلينا من قبل أحد المشتركين يتساءل عن هذا الكلب الضخم بحجم العجل المرعب. هل صادفت صورة غامضة عبر الإنترنت وتريد منا أن ننظر فيها؟ فقد أرسلها وقد نعرضها على فيديو مستقبل الآن. نظرنا في هذه الصورة ويسعدنا أن نكشف لك أنه يوجد بالفعل سلالة من الكلاب هذه تظهر غضبا سريعا وغضبا لا يمكن السيطرة عليه. وهذا يأخذنا إلى رقمنا الأول، وعاء بورا. وعاء بورا هو سلالة من الكلاب التي نشأت من إفريقيا جنوب إفريقيا. لتكون على وجه التحديد يمكن تحملها ويمكن أن تعيش في ظل ظروف قاسية، ومن المعروف أنها تأخذ وظائفها على محمل الجد. إنهم يفخرون بكونهم يحمون أنفسهم بشدة لأصحابهم وعائلاتهم، فقد تم تربيتهم في الأصل للحفاظ على المسكن آمنا من الضباع والفهود والحياة البرية الأخرى الصغيرة والكبيرة على حد سواء. إذا كان بإمكان وعاء الدب أن يأخذ هذه القطط البرية، ثم تخيل ما يمكن أن يفعله. تعتبر الأجهزة الغريبة والكلاب المنافسة الأخرى القابلة للارتداء إقليمية للغاية. إذا كنت تعرف ما هو جيد بالنسبة لك فلن تجرؤ على عبور حدودها. ستحتاج إلى تعريف ضيوفك على ما يمكن تحمله، وإلا فسيتم اعتبارهم تهديدا، ويمكنك التأكد من أن الأمور لن تنتهي بشكل جيد. يمكن أن تكون كلاب الحراسة التي لا تقدر بثمن، مخيفة للغاية حتى من خلال النظر إليها فقط، فهي توفر حراسة أو رقابة كبيرة بسبب قوتها العضلية الكبيرة الحجم وذكائها الطبيعي الوقائي. هم أكثر عدوانية بشكل خاص تجاه الكلاب من نفس الجنس وأي شخص يثيرهم، فإن صفتهم المفرطة في الحماية هي التي تجعلهم كل من كلب الحراسة الكبير والكلب العدواني السيء لمواجهة عدوانهم المحتمل يتطلب الكثير من التمرين. نتيجة لذلك نوع من سلالة الكلاب للاحتفاظ بها في شقة يتطلب فناء خلفي كبير مع سياج عال متين. إذا حصلت على مساحة يمكن تحملها فسترد الجميل من خلال الدفاع عنك وعنك بأي ثمن. يبلغ معدل اجتياز اختبار المزاج القابل للارتداء 94.7%، وهذا أمر جيد جدا. وهذا كل شيء بالنسبة لام 14 سلالة من كلاب الحراسة الأكثر عدوانية. أي من هذه السلالات جعلتك متحجرة؟ أخبرنا في التعليقات أدناه. وإذا أعجبك هذا الفيديو فعليك بالتأكيد مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بنا عن أكثر 10 حيوانات شجاعة في العالم. أنت